بدك شيء؟ بس حبيت فوت على هيدا المكتب واقف قبالك شي مرة أنا وحرة، مش أنا ومحبوسة. ولقيتي فرق؟ شوي، مش كتير. بتعرفي؟ أنت بنت جبيرة وقوية، وأنت ضابط إنساني وكلك قلب. مرسي على كل شي عملت لي، مرسي لأنك ركضت تساعدني لما عزتك مع أنك زعلان مني. ما تقولي لي مرسي، هيدي وجباتي. بسطت تعرفت عليك. بس أنا ليه حسيت عم تودعيني؟ مش أنت اللي ودعتني امبارح لما وصلتني على البيت وفقعتني كلمتين قاسيين؟ معلش، كنت تستاهليهم. في بقى اتصل فيك من وقت للتاني او بيزعجك الموضوع؟